تقدمنا بشكل كبير في القطاع الصحي، وإن شاء الله أن هذا التقدم يستمر ميثا بإذن الله. اليوم مشاهدينا نستضيف في حلقتنا سعادة مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. تكلمنا أكثر عن مشاركة المؤسسة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 واللي يختتم أعماله اليوم، حيث أعلنت المؤسسة خلال مشاركتها بالكثير من الأمور الحصرية واستراتيجية للخدمات الصحية، وعن حزمة واسعة من المشاريع الصحية الفريدة واللي تعتمد على الممكنات الرقمية والتقنيات وخاصة في الذكاء الاصطناعي. يا مرحبا وحياك الله سعادتك اليوم يانا، ومساك الله بالخير. يا مرحبا بكم، مشكورين على الاستضافة، والله يعطيكم الصحة والعافية. يا مرحبا. نحن بداية يعني اللقاء وهذا الحديث نبغي نعرف سبب ومعنى اختيار يعني شعار نبتكر لصحتكم ونتميز بكم. مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية طبعا لها العديد من المشاريع النوعية اللي تم تطبيقها في دوراتها السابقة في معارض الصحة العربية، فهذا طبعا استكمال لجميع النشاطات والمبادرات اللي تم عرضها في المؤتمرات السابقة، إلى جانب أن احنا في مؤسسة الإمارات رؤيتنا واستراتيجيتنا هو نهج تعزيز الابتكار والإبداع وتعزيز الرعاية الصحية للمتعاملين، ودائما المتعامل هو يعتبر يعني الأول في خدماتنا في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. فمن هنا طلعنا بالشعار نبتكر لصحتكم نتميز بكم، لأن المتعامل دائما هو أولا بالنسبة لنا في مؤسسة الإمارات للخدمات. جميلة كلمة المتعامل، ما أصبح كلمة مريض أو كذا، فأنتم تعتبرون جميع الزوار جميع المرضى جميع أي شخص يتعاون معاكم هو متعامل، وهذا سبب من أسباب التميز. أكيد، وهذا هو شريك النجاح أكيد، لأن نحن في النهاية منظومة متكاملة. وذكرتي سعادتك كلمة جدا مهمة، وخاصة هي كلمة دولة الإمارات تهتم بها كثير، الابتكار. ما في أجمل ولا أحلى أن نحن نوظف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار في خدمة الإنسانية. صحيح. وفي قطاع الصحة. سعادتك اليوم ختام نقدر نقول فعاليات وأعمال معرض الصحة 2024، إذا بتكلمينا أكثر عن أهم المشاريع اللي أطلقتها المؤسسة في هذا المؤتمر. أطلقت المؤسسة حزمة من المشاريع تحت 4 محاور رئيسية. المحور الأول هو مجتمع صحي، المحور الثاني رعاية رائدة، والمحور الثالث ذكاء اصطناعي وتنبؤ استباقي، والمحور الرابع كان الاستدامة. وتحت كل محور من هذه المحاور كانت هناك حزمة من المشاريع والمبادرات اللي نعتبرها مبادرات مبتكرة على مستوى الدولة، إلى جانب أن كان هناك 15 مشروع يعتبر انفردت فيه مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في عرضه في مؤتمر الصحة العربي، وكانت هذه المشاريع تعرض لأول مرة إقليميا وعالميا في المؤسسة. كان هناك العديد من المشاريع، احنا طبعا اطلقنا مشاريع مثل مشروع الصحة المدرسية. جميل. وهو مشروع متكامل بيننا وبين وزارة التربية والتعليم للعناية بالطالب بشكل متكامل. حلو. من ناحية متابعة صحته، متابعة البروغرس بالنسبة له، فهذا مسمينه بصمة، إلى جانب أن احنا بعد أطلقنا نظام اللي هو الصحة النفسية اللي احنا سميناه نظام الصحة النفسية باستخدام تعزيز التقنية الافتراضية. جميل. هذا يعتبر من المشاريع الجديدة يعني اللي راح تطلق إن شاء الله في الشرق الأوسط إن شاء الله. في مستشفى الأمل، وهذا المشروع يعتبر مشروع جميل جدا، بحيث أن الشخص يعيش في بيئة افتراضية تخليه مثلا يتغلب على التحديات اللي عنده. صح. سواء كانت خوف، سواء كانت عنده إدمان إلكتروني، فهذا هو عبارة عن هذا المشروع. جميل. وإلى جانب هناك مشروع صراحة أنا أفتخر فيه في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. هو مشروع الروبوت لسحب الدم، وكان هذا أول روبوت يعتبر أنه يسحب الدم بالنسبة للإنسان، وتم عرضه عندنا في المنصة هاي السنة. جميل. في العديد بعد من المشاريع، عندك مثلا مشروع اللي هو مشروع الذكاء الاصطناعي التوليدي،
وهذا أول مشروع إحنا أطلقناه في المنطقة، وهو عبارة عن مشروع يتلقى أوامر نصية وأوامر يعني مثلا كلامية يعني، ويكون في رد مباشر لبيانات الكاملة بالنسبة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. إلى جانب طبعا أطلقنا خدمات في القلب، خدمات الأعصاب، الطب الشخصي، فهناك العديد العديد من الحزمات والمبادرات التي تعتبر نوعية وتقوم بتحسين جودة الرعاية الصحية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. ما شاء الله يعني محمد، لاحظت هذه الحزمة يعني سعادتك وانت تتكلمين ونحن مندمجين، لأنكم أنتوا غطيتوا أهم القطاعات: الطلاب، التعليم، الصحة النفسية. مهمة جدا الصحة النفسية وتعزيزها بخلق واقع افتراضي نقدر نقول. يعني صراحة يعني أنا ما أقدر أعلق إلا يعني الله يعطيكم العافية على هاي الأشياء اللي قاعدين تقدمونها اليوم للقطاع الصحي. لكن هل يعني هناك يعني تميز لديكم يختلف عن العالم كله؟ أتوقع أنتم تتعاونون مع جميع الجهات الصحية حول العالم لي يعني تبدأون مما انتهى يعني منه الآخرين يعني، فاليوم شو اللي يميزكم أكثر في هذه المشاريع اللي طبعا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية احنا استراتيجيتنا تتبع استراتيجية الحكومة الرشيدة وايضا استراتيجية ماوية الامارات ب 2031 بقيادة الدكتور يوسف السركال، الذي يعتبر طبعا بالنسبة لنا الانكر لهذا التطور اللي احنا قاعدين نشهده الحين في مؤسسة الامارات للخدمات الصحية. جميع المشاريع اللي احنا قائمين فيها حاليا مشاريع تعزز التحول الرقمي، وإحنا استخدمنا فيها التكنولوجيا الحديثة من إنترنت الأشياء، من الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب التنبؤ الاستباقي. هذا كله له دور فعال بأن نكون هناك إحنا متقدمين في تقديم العديد من الخدمات اللي تكون خدمات استباقية، سواء كانت في التشخيص، سواء كانت في العلاج، سواء حتى كانت في التشخيص والعلاج، إلى جانب ممكن نقول حتى في الرعاية الصحية في جودة متكاملة للمريض. لاحظنا دائما أن عندنا في دولة الإمارات استشراف المستقبل في القطاع الصحي، مثل ما ذكرتي رؤية استباقية الهدف منها مواجهة هذه التحديات اللي ممكن تصير في المستقبل ونكون جاهزين ومستعدين. فدائما دولة الإمارات لها بصمة جدا واضحة في استشراف المستقبل. سعادتك اليوم دبي تنظم أكبر المعارض على مستوى ما بقول الدولة أو المستوى العربي، لا، اليوم دبي هي رائدة في تنظيم هذه المعارض على مستوى العالم. نعم. الحمد لله، فما بالك بمعرض صحي مثل معرض الصحة أكيد 2024. كيف تقرأين هذه القراءة والإحصائيات المختلفة وريادة دبي في تنظيم المعارض الصحية؟ دولة الإمارات دائما دولة سباقة، مثل ما قالت قيادتنا الرشيدة لازم نكون إحنا دائما رقم واحد. صحيح. وهناك العديد العديد من المشاريع اللي إحنا مثل ما تفضل الأخ هني نشتغل مع شركائنا، سواء كانوا محليين أو عالميين، سواء كانت من ناحية الكلينيكال ترايز أو البحث العلمي، في العديد من المشاريع اللي تخلينا إحنا في المقدمة بالنسبة لتقديم الرعاية الصحية الأولية. فأنا أشوف إن دولة الإمارات دائما سباقة في أنها تتبنى جميع التقنيات الحديثة اللي راح يكون لها واقع جميل جدا في طريقة تقديم الخدمات بطريقة خلينا نقول فندقية. أنا يعني مثل فندقية بالضبط. يعني زرت بعض المستشفيات في إمارة دبي. نعم. كأنه فندق ما تقول يعني خدمة 5 نجوم، تقول خدمة 7 نجوم يعني. نعم. ما شاء الله عليهم في الرعاية الطبية والصحية. هل ينعكس هالشيء على المريض أو المتعامل أو غيره؟ ينعكس عليه بحيث أن احنا مثلا نستخدم الذكاء الاصطناعي. في الذكاء الاصطناعي نقوم بتحليل جميع البيانات اللي موجودة عندنا في قاعدة البيانات. هذا التحليل شو يؤدي؟ يؤدي أن يكون هناك عندنا رؤية واضحة وين القرارات اللي احنا لازم ناخذها كمؤسسة، ولما ناخذ هذه القرارات دائما نربطها بتجربة المتعامل، لأن احنا دائما المتعامل يكون عندنا أولا. فتحسين تجربة المتعامل هي هدف من أهداف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. شيء رائع جدا. أكيد أكيد، محاور كثيرة ذكرتيها ونقاط كثيرة أكيد. كيف شفتي إقبال الجمهور أو المتعاملين مثل ما ذكرتي على هذه الخدمات الاستباقية اللي أنتوا حضرتوها وجهزتوها وأطلقتوها؟
صراحه في مثل ما يقولون ادوبشن عالي جدا او تبني لهذه المعلومات عالي جدا، لان احنا كدوله دوله سباقه في تبني صحيح. ما هو جديد نصدر حتى للعالم صحيح. الى الدول الثانيه، فمعناتها ان احنا المثال الحين او الهب نموذج الدول العالم نموذج اللي صحيح. كل الدول تتعلم منه، وهذا يعتبر فخر لنا، وهذا طبعا بقيادتنا الرشيده والقياده الله يحفظهم ويطول بعمارهم، هم اللي خلوا هذا النوع من مثل ما يقولون هذا النوع من الحب والشغف، ان لما الواحد يشتغل يشتغل بانه يخدم دولته باكثر ما يقدر ان شاء الله. صح انا الشغف. عندي ميثا صراحه يعني بعد سؤال يعني حول الثقافة، ثقافة المتعاملين ومراجعين المستشفيات أو العيادات أو غيرها. أنا ألاحظ أن في اختلاف في الفكر ما بين الماضي والحاضر طبعاً. كيف يعني؟ يعني قبل أي حد صار له شيء يقول بنسافر للعلاج في الخارج. أنا ما أدري إحساسي اليوم ميثا أن ما حد قام يتداول هاي الجملة، كل حد يصير مثلا لا قدر الله معاه مرض معين يقول سير المستشفى اللي موجود من غير ذكر اسماء، يعني في الشارجه سير المستشفى الموجود في دبي، اللي في ابو ظبي، اللي في راس الخيمه مستشفى، حتى اللي برا الامارات محمد بعد يتعالجون في دوله الامارات ويكونون حريصين، لان مثل ما ذكر محمد اليوم دوله الامارات هي قدوه ونموذج في المجال الصحي والرعايه صحيح الاوليه صحيح. فهل نحن وصلنا الى مرحله أن بالفعل نستغني نهائيا عن رحلة العلاج إلى الخارج؟ أنا إذا تسألني نعم. ليش؟ لأن هناك العديد من المستشفيات التخصصية العالمية موجودة في دولة الإمارات سواء كانت لجميع الأمراض، يعني بسم الله عليكم على الجميع إن شاء الله، بس يعني تخصصية تعتبر في مراتب المستشفيات التخصصية العالمية، فجميع جميع الأدوية، جميع طريقة العلاج والتريتمنت كلها موجودة عندنا في الإمارات، سواء كانت عندنا في مستشفياتنا أو في المستشفيات التخصصية اللي موجودة في جميع دولة الإمارات صحيح. فأنا أشوف أن إحنا وصلنا إلى هذه المرحلة أن إحنا نعتمد داخلياً على القدرات اللي عندنا، سواء كان قدرات الدكاترة، قدرات التمريض، صراحة التمريض لهم دور كبير جدا بعد، وقدرات أيضا إلى القيادة اللي تكون لها رؤية إنها كيفية إن نحسن جودة هذه الرعاية الصحية في دولة الإمارات. بعد في شيء بضيفة ميثا، يعني على الكلام اللي قلتيه الجميل والرائع جدا عن تطورنا في القطاع الصحي، بعد ميثا قاموا يختارون أماكن المستشفيات بعيد عن الزحام صح. مناطق تكون ملتقى جميع الإمارات، بحيث أن المتعامل أو المريض يطلع من رأس خيمة يكون قريب على هذا المستشفى، من عيمان، من مقيوين، من الفجيرة، من دبي، مثل يعني كثير من المستشفيات حاليا يبعدونها عن مناطق الزحام. أيضا يعني يتم توزيع يعني التخصصات على إمارات الدولة، بحيث أن مثلا الله يبعد الشر عن المشاهدين وعن كل من يسمعنا، وأن السرطان في إمارة معينة، المرض معين مثلا العظام يكون تخصص أكثر، وهذا الشيء اللي أعتقد من صح. خلاله وهم يجونك لين عندك محمد لين البيت، يعني الخدمات موجودة، ومثل ما ذكرتي سعادتك نحن محظوظين بوجودنا في دولة الإمارات اللي دائما عندها خطط استباقية واستشراف المستقبل في المجال القطاع الصحي. وإذا في أضيف، إحنا دولة الإمارات سباقة، إحنا أول دولة عندنا ملف صحي موحد، بحيث أن الشخص وين يروح في أي مستشفى في دولة الإمارات ملفه الصحي يكون أكسسبل أو يقدر يشوفه الدكتور الثاني، فجودة الرعاية الصحية لا يعني ما راح يكون فيها أي انقطاع، لأن الشخص راح سواء كان في الشارجة، سواء كان في عجمان، سواء كان راح أبوظبي، أي مستشفى موجودة راح يلاقي أن ملفه يوصل للطبيب حتى يعطي الرعاية الصحية ذات جودة صحيح. عالية. فإحنا في هذا الموضوع نعتبر من المتميزين على مستوى العالم، وهذا طبعا بفضل القيادة. شكرا سعادتك على وجودك اليوم ويانا وكل المعلومات اللي قدمتيها، ونتمنى لكم التوفيق أكيد في خططكم المستقبلية في قطاع الصحة. شكرا. أكيد مشاهدينا نحن بنكمل باقي فقراتنا، وفعلا دائما نقول الحمد لله على نعمة دولة